لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كلمة انفصام الأصل فيها الفعل فصم، والفعل فصم يتكون من الأصوات اللغوية الثلاثة الفاء والصاد والميم، والانفصام هو الانحلال. الانفصام هو عدم التماسك. الانفصام في العروة يعني الانحلال، تفريق طرفيها بعضهم عن بعض. إذن الفاء والصاد والميم تدل على التفريق، وقريب منها الفاء والصاد واللام. فصلت الشيء عن الشيء إذا باعته عنه، وفصمت العروة إذا حللت جزء طرفيها فكانت معقودة فحللتها. إذن حين أقرأ لا انفصام لها يعني لا تباعد بين طرفيها ولا تفريق بين طرفيها ولا انحلال لهذه العروة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يعني لا تباعد ولا تفرق بين طرفيها. أيضا نقرأ قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، يعني كم حطمنا ودمرنا وفرقنا أجزاء القرية الظالمة. كل قرية ظالمة انتقم الله منها بأن شتتها الله ودمرها الله وفرق الله أجزاءها. إذن فصم بتدل على تفريق الجانبين بتوع العروة، يعني العروة أنا حين أضع الزرار في العروة ربطته، وحين أفكه فصمته، تفريق شيء. وكم قصمنا من قرية أي فرقنا أجزاءها، دمرت الشيء يعني دققته بحيث صار أجزاء متفرقة دقاقا، كالحجر حين أضربه بالأزمة مرات فإنني أقصمه أو أقصمه بالصاد يعني أفتته إلى حجيرات صغيرات. هذا هو المعنى. كم قصمنا من قرية يعني كم فتتنا تماسك قرية وأجزاء قرية بالتدمير لأنها كانت ظالمة. والمعروف طبعا الظلم معول الخراب، إن دام بين الناس دمر. كل الذين ظلموا وكل الذين طغوا في الأرض وكل الذين تعالوا والعياذ بالله دمرهم الله وقصمهم الله وفتتهم الله وأهلكهم الله وفرق أجزاءهم وشتت جموعهم وهكذا. إذن فصم بتدل على تفريق شيء من شيء، وقصم بتدل على تفريق أجزاء الشيء الواحد. جميل، لاحظ أنه في هنا الصاد والميم مشترك صوتي، موجودين في فصم وموجودين في قصبة. ليه؟ لأن التفريق موجود في الفعلين. طب جميل، ولاحظ أيضا أن في هنا قاف في قصمة وهناك فاء في فصمة، ولاحظ أن القاف قوية شديدة جهيرة والفاء ضعيفة نحيلة،
هزيلة رقيقة. فقصم فصم، اختيرت القاف في قصم للتفريق بدق وتدمير وقوة، قصم، واختيرت الفاء في فصم لتفريق أطراف العروة بعضها عن بعض. شفت بقى، هو ده القرآن في تفريق طرفي العروة، قال لانفصام لها بالفاء، وفي تفريق أجزاء القرية الظالمة بالانتقام والتدمير قال وكم قصمنا. شوف القاف للمعنى القوي وهي قوية، الفاء ضعيفة تيجي للمعنى الضعيف. ده هو الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، الإعجاز بالتطريز الصوتي.